السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم فطيرة سهلة وسريعة يمكن لكم تصيبوها للفطور او اللمجة بمكونات بسيطة وكتجي لذيذة بزاف، كنتمنى تعجبكم. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو في تحضير هذه الفطيرة، غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال الدقيق القمح الصلب، يمكن لكم تستعملوا بدل الدقيق قمح صلب الفينو. كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، نحتاجو الماء الدافئ لجمع العجين، سكر خشن او سكر الحبيبات كيبقى حسب الذوق، خميرة الخبز، القليل من الملح. كنحتاجو ايضا الزبدة لتوريق هذه الفطيرة، وكنحتاج ايضا القليل من الزيت. نبدأ الان طريقة تحضير هذه الوصفة. نبدأ الآن التحضير. نضع الدقيق الأبيض أولا، نضع دقيق قمح صلب، بطبيعة الحال يمكنكم مضاعفة الكمية المكونات حسب حجم الفطيرة. نضيف أيضا سكر حبيبات، ونضيف خميرة الخبز والملح. نبدأ أولا بخلط مكونات مع بعضها، ونبدأ بإضافة الماء شيئا فشيئا. بعد جمع العجين أفضل نخليو العجين يكون مرخوف، غنديرو في يدينا شوية ديال الزيت، نجمعو العجين ديالنا بحال ما هاد الشكل، غناخدو شويه ديال الزيت ندهنوه بها من الفوق ونخليوها تترتاح لواحد المده ديال 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نبداو التشكيل ديالها. بعد ما كنخليو الفطيره ديالنا كترتاح لواحد المده ديال 5 دقائق، الان غنبداو التشكيل ديالها. كنوضعو قليل من الزيت وكنبداو في التوريق ديال هاد الفطيره بهذا الشكل. كنستمروا في التوريق ديال هذه الفطيره ديالنا، ماشي ضروري تكون رقيقه بحال المسمن، المهم كنورقوها. غناخذوا الزبده وما كنكونوش ذوبناها، كنديروها قطع، كنخليوها قطع وكنديروها في الداخل ديال الفطيره كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. كنوضعوا الزبده قطع بالداخل ديال الفطيره، وغادي نبداو ونشكلوها بهذا الشكل. كنبداو نجمعوا الفطيره ديالنا. بعد ما كنشكلوها بشكل طولي بحال ما هكا، غنعاودوا نوضعوا قطع ديال الزبده ونبداو في اللف ديالها بهذا الشكل. بعد ما كنساليو غتكون عندنا فطيره كبيره بهذا الشكل. غادي ناخذوا مقلات اللي كنكونوا دهناها او اي مول عندكم كنكونوا دهناه مزيان بالزيت، وغنودعوا فيه هذه الفطيره ونبداو في التبسيط ديالها حتى تاخذ الشكل كامل ديال المقلات. بعد ما كنسرحوا الفطيره ديالنا كناخذوا سكر فانيلا وكنرشوا عليها من الفوق، وكندخلوها للفرن اللي كنطهيوها من الجهه السفلى ومن الجهه العليا. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا. كيف ما كتشوفوا فهي كتجي رطبه وكتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تعجبكم. غادي نقطعوا مع بعضياتنا هاد الفطيره. باش نوريكم الشكل الداخل ديالها كيفاش كيجي. شوف كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي، وكتجي رطبه
بزاف. كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش الى عجبكم هاد الفيديو ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو هاد لا فيديو باش يستافد منه الجميع، اشتركوا في القناه ايضا باش يوصلكم جديد القناه. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش تزوروا الموقعين chefmariam.com ايضا موقع شيواتي، وتفعيل جرس للتوصل بالجديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقه قادمه باذن الله.